الأمر الأول: العلم بين جهل وطاغوت وموطن الشيطان. معان كثيرة مثارة وحاضرة في الأذهان، منها أولا: العلم والعمل دين وطاعة وكمال وخير، وهو واجب وإلزام في كل زمان ومكان. إذن هذه القضية المفروض تكون واضحة، يعني دائما تثار بعض الأسئلة، تثار بعض الاستفهامات، تثار بعض التشكيكات من هنا وهناك، وطبعا يوجد أئمة الضلالة تحاول أن تسجل الشكوك والشبهات في أذهان الآخرين. إذن هذه هي مسيرة العلم، مسيرة العالم، مسيرة الإنسان المؤمن، مسيرة المتقي، مسيرة المتفقه، هو العلم والعمل من المهدي إلى اللحد، وانتهى الأمر. في أي وقت تحصل الفرصة لطلب العلم ولإعطاء العلم للتعلم وللتعليم، فالإنسان يستغل هذه الفرصة. وقد وفقنا الله لطلب العلم، ونسأل الله تعالى أن نستمر على هذه المسيرة العلمية. هذا هو منهجنا، هذه هي وظيفتنا، هذا هو واجبنا، هذا هو إلزامنا والتزامنا، وانتهى الأمر. لماذا الآن؟ لماذا بالأمس؟ لماذا قبل ذلك؟ لماذا بعد ذلك؟ نحن كل الوقت وأنتم إن شاء الله معنا، والجميع يشهد بأننا بدأنا بمسيرة علمية، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن نوفق وننتهي بالمسيرة العلمية، وانتهى الأمر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين ورأس الطاعة لله طلب العلم والعمل به. أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين هو طلب العلم، هو بطلب العلم والعمل به. إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، إن رأس الطاعة لله طلب العلم والعمل به. أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين ورأس الطاعة لله طلب العلم والعمل به. قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وأقل فقهاءهم، فإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا، وإذا تكلم الفقيه قهر. أليس هذا هو واقع العراق الآن؟ أليس هذا هو واقع إيران الآن؟ ونحن نتحدث عن المجتمع الشيعي، عن الواقع الشيعي، عن المأساة الشيعية، عن المآسي الشيعية. هل يوجد فساد وإفساد؟ هل يوجد سوء؟ هل يوجد مرض؟ هل يوجد آفة؟ هل يوجد سوء خلق أكثر مما وجد واجتمع الآن في العراق؟ لم يحصل هذا في زمن النظام السابق، وإنما حصل هذا بعد تسلط العمائم والحوزة ورجال الدين والمؤسسات الدينية ببركتها بين مزدوجين بين هلالين، ببركتها حصل ما حصل في العراق ويحصل ما يحصل في العراق. إذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وأقل فقهاءهم، فإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا، وإذا تكلم الفقيه قهر. المهندس الصرخي الحسني.